هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. وصية الحاج أمزيان، الجزء الأول. في خامس شتنبر من العام 2000 توفي في دوسلدورف بألمانيا عن سن تناهز 68 عاما الحاج شعيب أمزيان. أمضى الرجل الذي ينحدر من الناظور زهاء 43 عاما في ألمانيا. كل أولاده الخمسة ولدوا هناك في دوسلدورف وترعرعوا بها، أكبرهم مصطفى أنهى منذ 5 أعوام دراسته في الهندسة المعمارية، بينما كانت شقيقته لويزا التي تصغره بعامين قد أنهت دراستها في الاقتصاد وحصلت على وظيفة في أحد المصارف. الأبناء الأصغر عبد الحميد وعليا ويونس كانوا يتابعون دراستهم في الطور الثانوي. كانت الأم الحاجة فاطمة ربة بيت بامتياز، لم يسبق لها أن اشتغلت خارج بيتها، وكانت كل علاقاتها مع نساء من الجالية المغربية وبضع نسوة عراقيات وتركيات، عدا ذلك لم تكن تخفي سعادتها حين كانت تأتي رفقة زوجها لقضاء عطلة الصيف في الناظور، حيث بنى بيتا من 3 طوابق. قبل أن يودع الحاج شعيب هذه الدنيا، أوصى أولاده بأن يظل كل منهم سندا للآخر وأن يعتنوا بوالدتهم. عدا تلك الوصية التي وجهها لكل أبنائه وبناته، خص الحاج شعيب ولده الأكبر مصطفى بوصية لم يطلع عليها آخرين. تولى الابن الأكبر للمرحوم الإجراءات الخاصة بنقل جثمان الأب إلى مدينة الناظور ليدفن بجوار أفراد عائلته. استغرق الأمر 10 أيام. في 16 شتنبر، في ساعة متأخرة من الليل، حطت بمطار وجدة الطائرة القادمة من دوسلدورف وعلى متنها الجثمان. كان في انتظار مصطفى ووالدته 4 أفراد من بني عمومته. كان الفجر يقترب لما انطلق الموكب الجنائزي من مطار وجدة إلى الناظور. انتشر الخبر. وجد مصطفى أن منزل العائلة هناك في حي ولاد بوطيب يغص بأفراد العائلة الذين قدموا من مليلية ومن مدن أخرى، وأعلن أن المرحوم سيوار الثرى بعد صلاة الظهر. رأى مصطفى في ذلك اليوم وجوها لم يرها منذ سنوات بعيدة، لم يكن قد زار الناظور منذ ما لا يقل عن 15 عاما، ورأى وجوها لم يجد لها حضورا في ذاكرته، وسمع أسماء لم يسمع بها من قبل، وتعرف على أبناء خالات وأبناء أخوال وأعمام. الأيام الثلاثة التي تلت دفن الحاج شعيب أمزيان كانت تنتهي بحضور مكثف للطلبة يقرؤون من القرآن أجزاء ويرددون من الأمداح النبوية قصائد كنهج البردة. بعد اليوم الثالث لم يبق في المنزل سوى الأقرب من بين الأقارب، ومنهم أخ غير شقيق للحاج شعيب يدعى منصور. كان مصطفى يتحين الفرصة ليخلو بعمه ذاك الذي كان أصغر أعمامه على الإطلاق. كان الجد قد تزوج في خريف العمر من امرأة شابة ولدت له منصور الذي كان في 55 من العمر، لم تلد بعده إذ ألم المرض بالجد ولم يمهله طويلا. يبدو أن الحاج شعيب أوصى ابنه باللقاء بمنصور. كان قد تحدث له عن أرض فلاحية في أطراف الناظور اشتراها منذ سنين بعيدة في أواخر 70ات القرن الماضي. لم يفصل الحاج شعيب واكتفى بالقول لولده مصطفى في خلوتهما تلك في منزل العائلة بدوسلدورف: اتصل بعمك منصور وسيخبرك بالتفاصيل. عدا ذلك لم يقل الشيخ شيئا إذ كان المرض قد أنهكه. يتذكر مصطفى تلك الوصية، يود لو أن والده استطاع قبل أن يفارق الحياة أن يعطيه 4 معلومات أخرى. لا أحد يعلم بقصة تلك الأرض، لا
لعله اشتراها في غفلة من زوجته التي كانت تعارض كل استثمار له في الأراضي الفلاحية النائية. عصر اليوم الرابع بعد دفن جثمان الحاج شعيب، طلب مصطفى من عمه منصور أن يخصص له وقتا ليتباحث معه في أمور هامة. لم يبد العم أي معارضة، ووعد ابن أخيه باللقاء بعد صلاة المغرب. لم يكن مصطفى يعلم لعمه حرفة محددة، فمن فلاح يتولى حرث الأراضي التي ورثها مع إخوته عن أبيهم إلى تاجر في الغلال المختلفة إلى سمسار، ذاك هو مساره المتداول بين أفراد العائلة. كان للرجل 6 أولاد، منهم بنتان، لا يدري مصطفى ما الذي يفعلونه. بعد مغرب ذلك اليوم جاء العم منصور إلى منزل أخيه الراحل، كان مصطفى ينتظره. آويا إلى غرفة في الطابق الأعلى، أغلق مصطفى الباب بإحكام وقال: اسمح لي يا عم، ربما أخذت من وقتك لحظات ثمينة. ضحك منصور فانكشف الفراغ الذي خلفه فقدانه أضراس فكه الأسفل، ثم قال: أنت ابن أخي، وبعد وفاة أخي أنت أخي الأصغر. لم يكن ليخفى على مصطفى التأثر الذي طبع نبرته. في النهاية هو رجل فقد شقيقه الأكبر الذي كان ربما يوفر له الكثير. شكرا لك يا عمي. الموضوع الذي أريد أن أحدثك فيه هذا المساء كان وصية من والدي. قبل أن يرحل إلى دار البقاء قال لي إنه اشترى أرضا في نواحي سلوان، وإنه أمنك عليها ووكلك للقيام بإجراءات تحفيظها. لم يذكر لي رحمه الله تفاصيل، وقال لي أن أطلبها لديك يا عم. كان منصور ينصت باهتمام، لاحظ مصطفى أنه لم يكن اهتماما خاصا، بدا وكأنه يستمع إلى قصة مل من سماعها، ثم نطق: أنا لا أعرف عن أي أرض تتحدث، لا علم لي بأن أباك اشترى أرضا قرب سلوان. صمت قليلا ثم أردف: ربما حدثك الحاج عن شخص آخر. في كل الأحوال أنا مستعد لمساعدتك إن أحضرت الأوراق التي تثبت أن والدك اشترى تلك الأرض. لم يعقب مصطفى، كانت قوية الصدمة التي أحس بها. يتساءل: هل يعقل أن يكون وقع للحاج خلط بين الأشخاص؟ هل يعقل أن يكون نطق خطأ اسم شقيقه منصور؟ لما أوصى بما أوصى به كان لا يزال في كامل قواه العقلية. يذكي كلام العم الريبة والشك في النفس. اكتفى مصطفى بأن ذكر عمه بأن والده لما حدثه عن أرض سلوان كان يعني جيدا ما يقوله، أضاف أنه سيبحث في أمر الأوراق. انتهى ذاك اللقاء الذي حاول كثيرون ممن كانوا حاضرين في البيت الوصول إلى موضوعه. ذاك المساء لم يرغب العم منصور في البقاء لتناول وجبة العشاء مع من لا يزالون في البيت. ظن مصطفى أن والده قد يكون ترك الأوراق التي تثبت ملكيته لتلك الأرض في جملة الأوراق التي كان يحتفظ بها في دولابه هنا في النظور. لما ذهب ينقب عثر على عدة ملفات، ولكنه لم يكن يقرأ العربية. الرد الذي تلقاه من عمه منصور جعله يتوخى الحذر، وكذلك قرر أن يمضي إلى محام يطلب منه أن يبين له ما تحتويه تلك الوثائق التي عثر عليها. لم يكن في جملتها تخطيط أو تصميم، ورقة وحيدة تم اكتشافها وتحيل على تلك الأرض التي اشتراها والده. كانت نسخة من توكيل يفوض فيه الراحل الحاج شعيب أمزيان لشقيقه منصور أمزيان القيام بكل الإجراءات المتعلقة بتحفيظ تلك الأرض. في تلك الوثيقة مراجع تحيل على رقم مطلب التحفيظ. أوضح له المحامي أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال إثباتا للملكية أو إلغاء لبيع قد يكون حدث لاحقا بين والده وشقيقه. الوقت يداهمه، عليه أن يعود إلى ألمانيا لاستئناف عمله، وعلى الآن بأن تلك الأرض التي تحدث عنها والده صارت ذات قيمة عقارية رفيعة، وأن التخلي عنها يعني التخلي عن حقوق مشروعة لورثة الحاج شعيب. وللمرة الأولى فاتح مصطفى والدته في موضوع هذه الأرض. قال لها إنها كانت موضوع الوصية التي خصه بها دونها ودون إخوته. تذكرت الحاجة فاطمة
أنها كثيرا ما كانت تدخل في خصام مع الراحل، لأنه كان في كل مرة يتوفر لديه قدر من المال يريد أن يستثمره في أراض فلاحية لم يكن زمنئذ يظهر لها مستقبل واضح أو فائدة تجنى منها. ثم تذكرت أنه كان يحتفظ معه هناك في دوسلدورف بألمانيا بملف يودعه كل ما يتعلق بأموره هنا في المغرب. بالنسبة لمصطفى فإن ما قالته والدته قد يوفر له ما يستند إليه في إثبات حق لا يريده أن يضيع. للقصة بقية ترقب. وصية الحاج أمزيان، الحلقة 22. عاد مصطفى ووالدته الحاجة فاطمة إلى دوسلدورف للمرة الأولى. تدخل الحاجة بيتها بعد أن وري الحاج شعيب أمزيان مثواه الأخير في الناظور. لم تستطع مقاومة دمعها، بكت في صمت وهي تعانق أبناءها وبناتها تباعا، لويزا وعبد الحميد وعالية ويونس. لم تسعفهم ظروف العمل والدراسة لحضور جنازة والدهم. في البيت أفراد من العائلة جاءوا من هولندا وفرنسا. كانت أجواء حزينة تلك التي خيمت على شقة عائلة أمزيان. لم يكن مصطفى الولد الأكبر بمنأى عن تلك الأجواء الكئيبة، ولكنه كان يفكر فيما بعد رحيل الحاج. قضايا كثيرة سيكون عليه أن يتولى معالجتها باسم أمه وإخوته. تبدو له قضية تلك الأرض التي اشتراها الراحل قرب سلوان أكثرها تعقيدا. العم منصور الذي أوصاه والده بالاتصال به ليعلم تفاصيلها نفى أن يكون على علم بأن المرحوم الحاج شعيب اشترى قطعة أرضية ما في سلوان أو قريبا منها، ولكن اكتشاف نسخة من توكيل فوض بمقتضاه لشقيقه منصور القيام بإجراءات تحفيظ تلك الأرض أدخله في حالة شك في صفاء طوية العم منصور. عليه الآن أن يختار الوقت المناسب ليطلب من والدته المكلومة تلك الوثائق التي قالت إن والده كان يحتفظ بها معه في مهجره. لم يتسن له ذلك سوى أسبوع بعد عودتهما من المغرب. كانت 3 ملفات أودعها الراحل محفظة جلدية صغيرة، بدت الأوراق بداخلها مرتبة، 3 ملفات بألوان مختلفة. اكتشف مصطفى في أحدها وثائق تخص التأمين الصحي، وأخرى هي نسخ من ملفات طبية قديمة، في ملف آخر وثائق بنكية. لم يكن مصطفى يجد صعوبة في قراءتها، ولكنه مرة أخرى اصطدم بجهله العربية وهو يفتح الملف الأخير. كانت به أوراق مكتوبة بالعربية. يتعين عليه الآن أن يجد من يجيد العربية ليكشف له مضامينها. لم يكن أمامه من بديل عن خالد أستاذ اللغة العربية الذي يقدم لأبناء الجالية في دوسلدورف دروسا في اللغة والقرآن. كان شابا تونسيا انتقل منذ فترة للعيش في دوسلدورف بعد سنوات أمضاها في مدينة أخرى. في جملة الأوراق التي كانت في ذلك الملف نسخة لوثيقة عدلية تتعلق بملكية قطعة أرضية، ولكن خالد قال إنه لم يتمكن من الوقوف على ذكر لاسم شعيب أمزيان في تلك الوثيقة التي تحدثت عن قطعة أرضية في أحواز الناظور. الأسماء التي ورد ذكرها تخص أشخاصا يملكون قطعا أرضية مجاورة، واسم شخص قد يكون هو المالك الأصلي لتلك القطعة الأرضية. اكتشفت أيضا نسخة أخرى للتوكيل الذي بمقتضاه يكلف شعيب أمزيان شقيقه منصور أمزيان بإجراءات التحفيظ العقاري. كاد خالد يفرغ من قراءة ما في ذلك الملف من وثائق لما وقع على نسخة عدلية تتعلق بشراء القطعة الأرضية. كانت نسخة طبق الأصل بتاريخ يوليوز من العام 78 900 وألف، وقد ورد فيها ذكر لحدود تلك القطعة الأرضية. رأى مصطفى أن الطريق أصبحت سالكة للوصول إلى حق مشروع. أيقن الآن أن عمه منصور كان يكذب عندما ادعى أنه لا علم له بالموضوع،
وقرر أنه بعد الآن لن يتصل به، وسيعمل بمفرده وبمساعدة محام على الوصول إلى حق عائلته. يتعين عليه التنقل إلى المغرب. في عطلة أعياد الميلاد أواخر ديسمبر كان مصطفى في الناظور، وقد فاجأ وجوده عددا من الأقارب. في اليوم التالي لوصوله مضى إلى مكتب المحامي الذي كان قد ساعده في كشف مضامين بعض الوثائق التي عثر عليها في بيت العائلة في الناظور. اتفق معه على الإجراءات التي يجب القيام بها والوثائق التي يتعين توفيرها. كان مصطفى على موعد مع المحامي في 2 يناير من العام 2009، وكان يوم جمعة، ولكنه لم يحضر في الموعد المتفق عليه. لم يكن في الأمر ما يثير الانتباه. ظن المحامي أن زبونه الجديد سيزوره يوم الاثنين، ولكنه لم يأتي، ولم يأتي في الأيام التي تلت. في ديسلدورف في منزل أمزيان خيم القلق منذ 3 أيام. منذ وصوله إلى الناظور لم يتصل مصطفى سوى مرة واحدة أبلغ فيها والدته بأنه اختار محاميا لمتابعة الموضوع. كان المرتقب أن يعود في 7 يناير، ولكنه لم يعد. حاولت شقيقته لويزا عبثا الاتصال به على رقم هاتفه الألماني. اتصلت أمه بعمه منصور تسأله عما إذا قابل مصطفى، ولكن الرجل رد بأنه لا علم له بوجود ابن أخيه في المغرب. كان في رده ما يبعث على الاستغراب. مر 2 أسبوع على اختفاء مصطفى بن شعيب أمزيان. عادت الحاجة فاطمة إلى الناظور ترافقها ابنتها لويزا. أثبت لهما أفراد من عائلتهما أن مصطفى شوهد أكثر من مرة وهو يغادر المنزل. كثيرون ظنوا أنه عاد إلى ألمانيا لما اختفى. لاحظت لويزا أن العم منصور لم يكن يبدو منشغلا لهذا الاختفاء المفاجئ لابن أخيه. منذ أن وصلت هي وأمها وشروعهما في البحث عن مصطفى لم يزرهما سوى مرتين، ولم ينطق مرة واحدة بما ينبغي القيام به أو أن يرافقهما لطرق الأبواب التي قد يأتي منها خبر. أبلغت الحاجة فاطمة الشرطة باختفاء ولدها مصطفى في ظروف غير واضحة تماما، بينما كان يحاول ترتيب الأمور مع محام لتصفية موضوع قطعة أرضية هي مما تركه الراحل شعيب أمزيان. كانتا تستعدان للعودة إلى ألمانيا لما طرق بابهما يوم 25 فبراير رجل قال إنه موفد من قبل المحامي الذي وكله السيد مصطفى أمزيان. كانت المرة الأولى التي يتاح لهما فيها اتصال مع المحامي الذي لم يكن أحد يعلم من يكون. استقبلهما صبح اليوم التالي، وقد أبلغهما بأن مصطفى لم يعد إلى مكتبه منذ أن اتفق معه على متابعة قضية القطعة الأرضية. علم منهما أن مصطفى لم يعد إلى ألمانيا. كانت التحريات قد انطلقت تأسيسا على البلاغ الذي تقدمت به الحاجة فاطمة لدى مصالح الشرطة. ما كانت المعلومات التي تم الحصول عليها من إفادات بعض الجيران من الوصول إلى أن مصطفى شوهد للمرة الأخيرة وهو يدخل منزل عائلته مساء يوم الخميس الذي صادف الفاتح من يناير. شاهدان على الأقل قالا إنهما رأياه في حدود 7 مساء. مصدر وحيد قال إنه رأى منصور عم مصطفى يطرق الباب صباح اليوم التالي. بعدها لا خبر. علمت لويزا وأمها من المحامي الذي كان قد وكله مصطفى بأن القطعة الأرضية مسجلة باسم شخص يدعى علي بن بوعزة. شدهت الحاجة لما سمعت الاسم. قالت إنها تعرف الرجل وإنه صهر منصور أخي زوجها. في الوثائق التي تضمنها الملف عقد بيع يفيد بأن البائع هو شعيب أمزيان. بالنسبة للويزا وأمها ليس في الأمر شك، العقد زائف. أبلغت لويزا الشرطة بما تم اكتشافه، وقالت إنها تظن أن في الأمر ما يفيد التحقيق حول اختفاء شقيقها. لما استدعي منصور إلى مفوضية الشرطة وأبلغ بسبب استدعائه، ظل يحوقل ويعيد
مستنكرا ما تزعمه ابنة أخيه وأمها. تم الاستماع إلى صهره علي بن بوعزة، كان رجلا فلاحا، قال إنه اشترى القطعة الأرضية من المرحوم شعيب وأدلى بنسخة من عقد البيع. وضع الرجلان تحت المراقبة، واكتشف الباحثون أن منصور يملك منزلا غير بعيد عن منزل أخيه في نفس حي أولاد بوطيب. لاحظ الذين تولوا المراقبة أن ذلك البيت لم يكن يسكنه أحد. لاحظوا أيضا أن أحد أبناء منصور يمضي إلى هناك كل مساء يحمل في يده كيسا صغيرا. كان تنقله اليومي ذاك إلى ذلك المنزل مبعث شكوك قوية. قرر المشرفون على التحقيق اقتحام ذلك البيت ومباغتة ابن منصور في اللحظة التي يفتح فيها الباب. تم ذلك مغرب الرابع من مارس. حاول ابن منصور الذي علم لاحقا أن اسمه عزيز أن يصد رجلي الشرطة اللذين قاما بعملية الاقتحام. أقفل الباب لما صار معه في الداخل، صفضاه بسرعة، ثم بدأ يفتشان الغرف. لم يطل البحث، في غرفة صغيرة في عمق الدار اكتشف شخص ربط بسلاسل حديدية إلى وتد من حديد. كان هزيلا وغطت وجهه لحية كثة. ما أن رآهما حتى هم بالنهوض يريد الفرار، ولكن السلاسل الحديدية حالت دون وقوفه. أنار ضابطنا الغرفة: هل أنت مصطفى؟ لم يرد، وظل ينظر إلى الرجل الذي سأله. اتصل أحد الضابطين برئيس المحققين مبلغا عن اكتشاف رجل يعتقد أنه مصطفى أمزيان. نقل إلى المستشفى حيث أمضى الليل وفحصه طبيب، كان يرفض الحديث. في الغد أحضرت إلى المستشفى شقيقته لويزا، سمعا يتحادثان بالألمانية. بعد 3 أيام تم الاستماع إليه. حكى أن عمه منصور جاءه في البيت وطلب منه مرافقته إلى منزله، إذ كان يريد أن يحدثه في موضوع القطعة الأرضية. ولما دخل ذلك المنزل وجد هناك أحد أبناء منصور لم يكن يعرفه، فاجآه بأن كبلاه ثم لاحقا ربطاه بسلاسل حديدية. قال إن ابن منصور كان يأتيه كل مساء ببعض مما يفضل عنهم من طعام في البيت. لما اعتقل منصور وهو يحاول الهروب إلى مليلية المحتلة، اعترف بأنه احتجز ابن أخيه حتى لا يفتضح أمر التزييف الذي قام به لتملك القطعة الأرضية. سهره علي بن بوعزة أقر بأنه قبل أن يلعب دور المشتري لقاء 1000 درهم. هاربون.